الفيسبوك. طبعا باج عندي ما نقول لك هي الباج الوحيده، فما باجات اخرى مستنسخه ما تدخلوا لهاش، تو تعرفوا ان هي الباج الحقيقيه كيما العنوان اللي موجود اسفل الشاشه، او الاتصال بنا على العنوان التالي 26 نهج المعمل الشرقيه 2. قبل ما نبدا وناخذ فكره على الحكايات اللي باش تتعدى الليله في برنامج عندي ما نقول لك، نعملوا طلع على زميله ساره. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك ساره. يعيشك. شنو هي الاحوال عندك الفوق؟ الاحوال خرق العاده. يعيشك. فكره وحوصله على الحكايات، حوصله للحكايات اللي باش تتعدى الليله في برنامج عندي ما نقول لك. نتمنى لكم مشاهده طيبه للجميع. الليله في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في ثلاث حكايات، باش نتعرفوا على حكايه رؤوف اللي بسبب تدخل حماته في حياته كثرت المشاكل بينه وبين مرته، وصلت الامور ما بيناتهم للطلاق. وصلنا انك شديت خدمه. شديت خدمه اي تو دان كو نسيبتك هكا ولات تدخل فيك؟ دخلها حتى في حياتي زوجي ما بيني ومرتي. دقيقه لحظه برك، نسيبتك؟ نسيبتي ايه؟ تدخل في حياتكم الخاصه؟ حياتي الخاصه ايه، وحتى في علاقتكم، حتى في علاقتك بينك وبين مرتك؟ ما بيني وبين مرتي ايه. كيفاش سامحني برا الحمله فما هذه بنتيش. أما قبلها باش نتبعوا حكاية حاتم اللي خانته مرته مع شريكه، الشيء اللي خلاه عرضة لكلام الناس. باش نقول لك على ولدك عاود لك في بيت. ولدي ويما. اي امك ايش قالت لك؟ يما شدتها مجهار. كيفاش؟ دخلت عليها مجهار وقت اللي هو مازال يخدم معايا. دخلت عليها مجهار شدتها بالكمش. بالكمش. قالت له أنت بأربع صغار وهذا بزوج صغار، باش تحل رقيب. ترحل من هنا بأي طريقة. وتوا باش نتفرجوا في حكاية محمد الهادي. اللي في لحظة غش فسخ خطبته مع أمال وحس من بعد بندم. مستحيل كان نبعد عليها أنا، مستحيل. إليك حاجة مخبطة البلاي. ما هي ما تحبوش. أخذتها. شكون قال لك؟ أخذتها عبارة شماتة. من أدرى؟ أنا نعرف. متشمتة فيك؟ شماتة حتى في روحها معناها. أنت علاش جيتني اليوم أنت؟ أنا جيت باش نرجع خطيب. الليلة خطيب جاي يرجع في خطيبته بعد ست سنين خطبة. ان شاء الله يوفق ليلى في برنامج عندي ما نقول لك. في هذا السياق نستقبله مع بعضنا محمد الهادي. هاي سي محمد. جري يا محمد، جري جري جري. اهلا بيك. اهلا بيك محمد. تفضل. هاي يا محمد. قداش عمرك سيدي؟ 33 سنه. 33 سنه. حتى نتعرف على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معايا هذا التقرير. طب ساعات الانسان ياخذ قرارات في لحظه غش يندم عليها من بعد وما يحس بغلطه كان بعد ما يفوت الفوت. هذه حكاية محمد الهادي اللي تعلق بأمال وعاش معاها قصة حب كبيرة، الشيء اللي خلاه يخطبها. لكن بعد فترة كثرت المشاكل بين محمد الهادي وأمال بسبب تدخل العائلات في العلاقة. حاول محمد الهادي يتجاوز الخلافات ويكمل قصة الحب اللي بداها مع أمال، لكن علاقتهم توترت، الشيء اللي خلاه يفسخ الخطبة معها ويتخلى عليها في لحظة غش. حس محمد الهادي بندم وبأنه تخلى على أمال بسبب تافه، وحاول يصلح الأمور ويرجع المياه لمجاريها، لكن أمال رفضت وتخطبت لشخص آخر. والليلة جاء محمد الهادي لعندي ما نقولك مستدعي أمال، يحب يقنعها ترجع له وما تتخليش عليه ويكملوا قصة الحب اللي ما بيناتهم. طيب سي محمد، شنو هي الحكاية هذه؟ وين تعرفت عليه؟ قبل كل شيء بارك الله فيكم على الاستضافه. عذر يا واجب خويا، واجب. لا واجب. تمام محمد الهادي، وين تعرفت عليه؟ هي بنت خالي. اه قريبتك. اي اي نعرفوا بعضنا معنا من اللي صغار وكل شيء هكا. مشي مره في عرس خويا، عندي خويا الاصغر مني معرس. جات هي واخواتها البنات وكل شيء، جاوا غادي. من فميك زاد تعرفنا على بعضنا اكثر. عجبتك؟ عجبتني وعجبتها وكل شيء. خذيت نمرها، انا نخدم في تونس. خذيت نمرها وطلبتها، بدات العلاقه. باش طلبتها؟ ما تقابلوش قبل انتم يا اخي؟ نتقابلوا كان في مناسبات، كان في عرسات ولا عروسات ولا سهريات ولا حاجه هكا ولا كذا. اي يا اخي من وقتها كبرت العلاقه بشويه بشويه بالتليفون وبال ولينا نتقابلوا هكا. اش بيك محمد؟ اش بيك؟ اش بيك دايخ يا محمد؟ اش بيك دايخ؟ اش بيك؟
لا مانيش داخل. ها فين؟ كمل كمل يا محمد هذه. تحبني ونحبها وكل شيء. هذا كله به. مريقلين الحصير وكي الزيت فوق الماء. مريقلين. مريقلين عارف. اي شنو هو المشكل؟ تخطبت ولا لا صح؟ اي خطبت. هزيت داركم؟ هزيت دارنا وخطبتها. خطبتها وتقابلوا العائلات ولاباس. قداش قعدتوا مخطوبين؟ بقينا مخطوبين 6 سنين. ست سنين. مدة طويلة شوية. 6 سنين. علاش 6 سنين؟ ما حضرتش روحك؟ والله تنجم تقول أنا معناها ما حضرتش روحك. تخدم ظروف واحدة. تخدم ولا نخدم 6 سنين مدة كافية باش واحد يعرس. داير مدة طويلة. مدة طويلة صحيح. أما أنا تنجم تقول قصرت شوية. قصرت معناها نخدم وظروف. كنت نشرب أنا قبل صح؟ كنت نشرب صاحب محنة. صاحب محنة. تشرب برشا؟ نشرب برشا. وهي في بالها بيك؟ في بالها بيا مقتنعة هي كل شيء. تشرب تبلبز ولا؟ لا نشرب ما بلبزش. ما الفلوس كل ما شاف الشراب. مش الكل لا نخدم. الباقي فيها أني نخدم. إيه؟ أني نخدم بيه تشرب بيه. هذاك علاش ما كونتش؟ لا مش هكاك. علاش ما عرفتش؟ مريقل في كل شيء ظروف نخدم الغالب ما وصلتش هكا هو ذاك حد. خاطرك تشرب؟ نشرب. معلا. لا ومأكد عليها لا نشرب الحق ذيك الحقيقة نشرب بيه. أما بطلت عندي توا بطلت عندي عامين أقل شيء. يا ربي تبارك كاليك من تشتغل يزي الحمد لله كاليك يا أخي شنو المشكلة؟ مرة هي ما تخبي عليها شيء ولا ما نخبي عليها شيء وثقة مع بعضنا وكل شيء الحصيل وما نحكي لكش. يحزون العباد كي يشوفونا كيفاش مع بعضنا ما عندناش مشاكل جملة. برشا ناس يحزدونا ما نعرفش ما نعرفش نحكيك بالضبط. الحصيل مره طلبتني باش نمشي للعرس نجاح بنت نعرفش سيزيام ولا باك عندها بنت خالتها. شنو المشكله؟ هي تشاورني في كل شيء. اي مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت قلت لها برا مشيت. يا اخي العشيه طلبتني قالت لي عملت اكسيدون. هز التليفون عملت اكسيدون. لاباس انت؟ قالت لي لاباس. تليفوني انا ما فيش فلوس حكيت 8 9 نتاع الليل. هي هي لاباس في الاكسيدون؟ هي لاباس. اي قالت لي لاباس. انا ما طلبتهاش بالوقت كي قالت لي هي لاباس لاباس. انا ما طلبتهاش طلبتها من غدوه. من غدوه طلبتها قالت لي تطلب فيها توا. اي مشيت اشتغلت يعني على خطيبتك توا. انا في تونس هي في الكيف بعيده معناها. اي من غدوه صباح طلبتها قالت لي يا اخي تطلب فيها توا ما نعرفش شنو ما نعرفش شنو ما عادش كلمني وسكرت علي التليفون جمله وكل شيء. من وقتها تنرفزت انا دخلت بعضي الحق. مع عندي ظروف في الخدمه مشاكل في الخدمه شويه واحد مع داخل بعضي تنرفزت وكل شيء اخذت لواجه روحت لها الكيف. اي قابلت اي تقابلنا مشيت على اساس صايب البز انا وقتها صايب مشيت هزيت باش نهز دبشي من عندها وكل شيء. وصلت سلام سلام جابت لي شربه ماء كل شيء. قلت لها شبيه تليفونك مسكر؟ قالت لي سكرت وكهو. علاش مسكر؟ ما انا متغشش. قلت لها حتى انا ما جيش ليك انت راني جيت باش نهز دبشي. وعليه انت هذا الكل باش تزدبش كاش؟ غش سي علي الله غالب غش تنرفزت عندي اعصاب ماني شارب والله لا تنرفزت على الاخر. هذيك الحكايه جا خالي وكل شيء هداوني بشويه تو نعطوك دبشك ماهوش هارب الدبش جنت فيهم وكل شيء الحصيل. عملت عركه دار فيك؟ لا ماهيش عركه. انا خالي نقدره برشا ونحبه برشا اكثر من بابا ما تعرفش قداش نعزه. اي وين رصات الحكايه؟ رصات هزيت روحي مشيت على روحي ما عطاونيش لا دبش لا حتى شيء. من وقتها ما طلبتش ومشيت طول ما رجعتش. اي بطلت الخطبه ولا ما بطلتش تو؟ بطلت الخطبه. بطلت منها؟ لا شو انا بطلت. قداش ليك ملي بطلت؟ عندي عام ونص. اما هو جايك الحديث فما في حكايه شهر ونص ولا شهرين. اي دبشي انا مازال غادي وكل شيء. جا خطبها واحد اخر. اي ما عادش على ذمتك يا حر تخطب حتى تمشي. سبحان الله اخي زوز يتعاركوا ما عادش على ذمته. زوز يتعاركوا انا وياها حتى بعد. انا سالتك بطلت خطبه قلت لي بطلت وانت جيت عارف انا 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 في انا في وقتها ما تغشش بطلت خطبه يا محمد الهادي ولا ما بطلتش؟ توا بطلت. لا لا عندها برشا معناها مش وقتها بطلت الخطبه ولا بطلت منها ولا انا وقتها بطلت منها. ايه هكا هذاك علاش حبيت نفهمك. هي حره هذاك علاش تقدم لها خطيب اخر جاي يخطب فيها حد جاي يخطب فيها حد. قبلت خطبت ولا قبلت؟ هي شنو المشكل؟ الهنا ما فما حتى مشكل. كيف حتى مشكل او دبشي انا موجود وكل شيء انا وياه نقعد انا عندي فيها ثقه. اسمعني دبش شنو هو؟ انا عندي فيها ثقه دبش كيما البنات الكل يجيبوها زهاز زهاز وواحد يخليها ويجيب لها. شنو المشكل؟
هي خذ دبشك شكون شد؟ لا ماهيش مشكلتي دبش انا ولا ماهيش مشكلتي دبش انا وياه ما نبعدوش على بعضنا انا انا ريت اللي في شوف اللي في بالي انا يا دي طفله مخطوبه توا توا مخطوبه هو دي الوحده الوحله اللي باش تعمل هذه ماهيش وحده علاش طفله مخطوبه انا دبشي مازال غادي هو على علم بي انا اللي انا وياه ما نفرقوش ما نبعدوش على بعضنا لو كان ما نعرفش ايش يصير اي تو انت تحب الدبش ولا البنايه حش بنايه صلي يعني بي انا دبش اي البنايه تخاطبت على ذمه راجل اخر انا دبش هزيته بعث مش هزيته بعثته لي معناها بقيت بقات مده اي وصلك كل شيء بعثت لي دبشي وكل شيء تفضلت المشكله لا ما تفضلتش كيفاش تفضل فاتحه مستحيل كان دبشك دبشك خذيته قلت ما ناخذوش الدبش ما ما ماهيش مشكله الدبش استنى لا ماكش فيه كي بعثت لك الدبش قبلته انت ولا انا في انا في تونس جاوبني شوف انا ما في باليش بيه ساعه دبش كي جاني لا بعثوه ولا ما بعثوه انا في تونس هي في الكاب بعثته لدارنا اي قبلوه داركم ولا قبلوه ما كلمتهاش من غدوه قلت لها علاش بعثت لي دبش وقال لك انا ما في باليش كلمتها ولا ما كلمتها انا كي سمعت كي سمعت بالدبش كلمتها ولا كلمتها ايش قالت لك قالت كل واحد على روح قالت لي كل واحد على روح هيك وكل واحد على روح شيء مشكله مو مستحيل كان نبعد عليها انا مستحيل إيه لك حاجه مستحيل ما هي ما تحبوش خذيتها خذيتها عباره شماته من ادري انا نعرف متشمتة فيك شماته حتى في روحها معناها انت علاش جيتني اليوم انت انا جيت باش نرجع خطيبتي وكان جيت اليوم سور ترجع ولا سي با سور والله خبت تركز يلزمها ترجع يلزمها ترجع ما عنديش اسمعني هذا راهو حب ومشاعر اي حب انا احكي لك اي بالرسمي عندك ثقه فيها باش ترجع ولا لا؟ انا يلزمها ترجع ما تعرف ما نشوف شيء كيما ترجع يلزمها ترجع لا كيما ترجع يلزمها ترجع يا ودي كيما ترجع ما نعرف شيء انا نعرف كان ترجع وكيما ترجعش لا مستحيل كان ما ترجع ماهيش باش تعرس غيري انا ما تلقى حتى واحد كيفاش باش تعمل؟ ما مستحيل يا انا يا نموت انا يمكن لا نطفى عليك لا يا يمكن نموت هو حب كبير هذا حب كبير انا انت اللي انت مغيار انت دار فيك مغيار انت مش حكايه مغيار لا مغيار تحبني هي اي تحبك علاش تتخطب لواحد اخر اش مات معناتها توا كان نجيبها في عندي ما نقولك تبطل من الاخر انا باش نجيبها قدام العالم هذا الكل نقول له نقول راني نحبك وهي تحبني انا نموت انا من غيرها هي ما ناخذ حتى بني مستحيل وعليه هكا انا نحس روحي تخلقت لي هي ما نعرفش وهي كيف كيف انا متاكد منه الاحساس نحس وانا انا متاكد منه انا اما هي تحس روحها زاده كيف كيف تخلقت كان اللي كنت يا ما خطبت واحد اخر هي في قلب غش معنا خذيت قلب غش دارها حتى دارها انت علاقتك بها كلها قلب غش تتغشش انت تمشي تجيب دبشك تتغشش هي تخطب عليك راجل سبع سنين نار تبداو معرسين طلقك تجيب شو ست سنين ولا سبع سنين احنا ما صارتش بيناتنا حتى هكا مستحيل حددتش دات بتاع عرس مع خطيبها الثاني قر الصحيح خطيبة ثانية فما عرس مع الخطيب الثاني أنا هي ايه؟ خطيبة ايش بك داخل بعض لا في بالي ما أنا أخطبت أنت الأول أنت بطلت تحدد موعد العرس ولا ما تحددش تقول هي تقول على كلامها هي تخوت يا ودي ما نشكو باش يقول أنت يا أخي هي قالت كلامها وقتاش تعرس قالت لي في أوت يعني عاد بديت نفهم فيك وكي نكلم فيها أنا في المدة هذه راه نكلم فيها وكل شيء البارح ولا البارح مازال لك أنت أوت ثلاث شهور بالرسمي سي علاء والله كيما انت ذهب شوي تو من الاخر احنا زد رجال ونحكي زيد بلبس في العرس ولا شي حكايتك؟ مستحيل اسمع رد بالك كان باش نبلبس نكتبوا صديق لهنا سي علاء نكتبوا صديق لهنا اذا كان لازم بحذاك اذا كان فاهم توافقني نكتبوا لهنا صديق ما نحبش تكون سبب نهرب مرا من راجلها ماكش باش تهرب سي علاء ما تدخلنيش في الدغاغر هذوما شوف سي علاء ماكش باش تهرب سي علاء هذه حقيقه ما نهربوش من الحقيقه هذه هي تحبني وانا نحبها علاش تمشي هي تغر بروحها تاخذ واحد اخر ما تفهموش وانا كيف كيف ولا لا انا مستحيل كنت تحبني نجيب لك الليله خطيبتي امال امال باذن الله امال تكون موجوده في برنامج عندي ما نقول لك سي محمد الهادي جا البرنامج عندي ما نقول لك خاطب بنيه عنده 6 سنين وهو خاطبها يبدو لي البنيه ما عادش على ذمته تخطبت وعرسها في اوت جاي البرنامج عندي ما نقول لك يحب يرجع خطيبته قلت له راهي عمليه ماهي سهله معناتها يدور لي البنيه حاسمه في الموقف قال لي لا انا نحبها وهي تحبني واللي صار الكل ينجم يتغير في لحظه لهنا في برنامج عندي ما نقول لك قلت له الله يبارك اللحظات الحاسمه مع الزميله ساره مساء الخير مساء الخير عليك اهلا بك ساره ايش فما عايشك بحذي يا ضيفه هاي بيه انسى ماذا بيا نحب حتى انا نتعرف عليها مرحبا بك عايشك شو اسمك امال امال مرحبا بك عايش منين جيتنا من الكيف من الكيف قداش عمرك 28 سنه 28 ايش تعمل في حياتك قاعده مع بابا قاعده في دار برا كها قريت عملت حاجه قريت ما عايشه مع بابا راجل كبير وكان عايشه مع في الدار فضلهولك
فماش حاجه مغرومه بها؟ هوايه؟ ما عندكش هوايه؟ تتفرج على الاقل في برنامج؟ تفرج مغرومه عندي ما قالك اي يكفي عايش حاجه باهيه. فما شكون استدعاك اليوم؟ تفضل مع حاتم يوصلك البلاتو بحدا علي. اوكي تفضل مرحبا بك. مرحبا بك. عسلامة لله. مرحبا بك. تفضل. أمال مرحبا بك لله في برنامج عندي ما نقولك شنو أحوالك؟ لاباس. تتفرج في البرنامج قبيلة بعد سارة قلت نتفرج فيه ديما هكا؟ نتفرج. يا باهي. عندكش فكرة شكون ينجم يكون استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقولك؟ عندي فكرة. عندك فكرة؟ شكون؟ ولد عمتي. ولد؟ ولد عمتي. ولد عمتك زعما علاش؟ ولد عمتك. ولد عمتك معايط لك البرنامج عندي ما نقولك علاش؟ ما خاطرك شي هو كلمني برشا برات. كلمك على شنو؟ ماش كنا مخطوبين احنا. يضر لي في بالك انت تعرف كل شيء. شوف صح هو ولا مش هو؟ لعل وعسى. تفضل. هو زعم علاش محمد الهادي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقولك؟ نسمعوا. ها؟ نسمعوا. نسمعوا. هاي اسمه محمد الهادي. سي محمد الهادي. عسلامة. عسلامة أمال. عسلامة. اش أحوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. ضروري تعرف على جبتك انا اليوم لهنا. وين؟ انا جبتك حبيت نقول لك اللي انا نحبك. ما نجمش نسلم فيك، نحب نقولها لك قدام العالم الكل. وانا نعرف اللي انت تحبني. خلينا ما ننساوش نفكروا الباهي. 6 سنين عديناها مع بعضنا، مش حاجة صغيرة هكا تبعدنا لبعضنا و... أيوة أمال شبيك ساكت؟ خاطر هو يعرف جواب. ماذا بيك تسمحولو؟ خاطر مادام كان جاي يعرف جوابك راه ما جابكش هوني. أنا مخطوبة وعلى بوب عرس. وعرسك في أوت. صحيح. أمال ما عنديش كلام آخر باش نقول. اسمعني نعرف أنت مخطوبة. إي قولوا كلموا احكي. إي حكيت نعم. معاه راه. احكي معاه. لا احكي معاه توا هو توا هو استدعاك. بالو كل شيء أنا على بوب عرس، يعني أنت علاش أنت جايبني لهنا باش تقول لي نرجعوا؟ هذه حاجة مستحيلة راه. علاش مستحيلة؟ مستحيلة أنا راه مستحيلة. مستحيلة علاش؟ مستحيلة. خاطر أنا مخطوبة وعلى بوب عرس. مش معقول انت تجي تطلب فيها هذا، مش معقول حتى الطرف. انت تنجم تاخذ انسان ما تحبوش؟ شو قال لك انا ما نحبوش؟ بالعكس انا نحبه. في روحك ولا شمت في شكون؟ انا نحبه خطيبي. انت ديما شاد لي في هالكلمه هذه. انت شمت في شكون؟ في روحك ولا في انا؟ انا متشمت فيك ولا في روحي. انا مش انت انسان جيت قلت جيت قدام عائله كامله وقلت راني ما حاجتيش بالانسانه هذيك. انا غلطت انا جيت. اي غلطت غلطت فات الاوان فات الاوان كلي انا غلطت جيت نطلب منك في السماح. انا جيت لك لهنا قدام الشعب الكل باش نطلب منك سماح. انا على شنو؟ لا غالب ما مشيت انا في كل شيء. بالنسبه لي انا صفحه وتويتها. انت بالنسبه لي انا صفحه وتويت. تعبش روحك وما تعبنيش معاك. خاطر انت ديجا كلمتني وحكيت معايا في الموضوع هذا وقلت لك يا محمد من غير ما تعب روحك
من غير ما تعمل حتى شيء، راني انسانه على باب عرس وعلى حاجتي بخطيبي. انا افهمني، انا مقتنعه بيه، راه نحبه خطيبي، حاجتي بيه. نحبك تفهمني، افهمني افهمني، كي نحكي لك افهمني. ما نفهمكش انت، لازمك تفهمني. علاش انت للدرجه مخك هكا صعبتها عليك؟ عليه يا اخي، هذه المراه على ذمه راسها وعندها عرس، شو اللي عليه؟ يا سي علي ما تحبوش يا سي علي؟ يا بنتي تحبوا ولا ما تحبوش؟ يا سي علي انا ودي تحب، انا نعرف خطيبي ونحب نكمل معاه حياتي. انسان هذاك باهي معايا، ما عملش معايا حتى حاجه خايبه. يا امل افهمني، راك باش تاخذ راجل. بالعكس انا اللي عشت معاك انت ندمت عليه الكل. عمري 10 عمر، راه 10 عمر، راك باش تعرس باش تعمل صغار وباش تعمل دار. اي ما يسالش، انا مسؤوله على روحي، انا مسؤوله. افهمني، عايزك تفهم انت ريت شنو مشكلتك. ما تحبش تفهمها الحكايه ذيك، ما بيتش تفهمها. شوف انت جايك، ما تحبش تصدق اني انا سيئه شي دار روحي، ما تحبش تصدقها. انت جايتك صعيبه مع على خاطر خالي واولاد خالي. اولاد خالي هذاك خالي راه عرفني. لا خالك ولا اولاد خالك، انا وقت اللي جيت نعرف روحي علاش نجيت. انا قلت لك في التليفون وقت اللي كلمتني، قلت لك يا محمد يهديك ربي، راني عبوي بعرس وبرا شوف حياتك، احنا نعاونوك. امال انا ما حاش انا مخطوبه تو، عندي عامين يا سي علي، عامين انا مخطوبه تو وعلى باب عرس. وقت اللي سي اسمع لي انا باش نعرس وكلك ها، وحب يجي وما نعرفش عليه قصده شنيا. لا انا قلت له تحب تنزل عرس، ما نعرفش ديجا هو بابا ما تغشش منك برشا راهو على العمال تعمل فيها، خليته مريض في الدار. شامل على الفازيت اللي يعمل فيه مظومه تو، هو جاي لبابا للدار وقال له راني ما عادش حاجتي بنتك هكا هكا ولا ليه؟ اي صحيح، اي صحيح ولا ليه؟ انا جيت وانا جيت طلبت سماح، انا جاي لهنا على جاي. فما واحد يجي يطلب سماح، انا جاي لهنا في شر. سبحان الله، هذه ما تجيش، مش معقول، راه مش معقول. انا جاي لهنا نطلب منك يا محمد، انا سالتك انت سالتك. ما نفهمكش، انا حاجتي بخطيبي، انا حاجتي بخطيبي ونحب نكمل معاه حياتي، احترمني. اذا كان انت ما تنجمش تنسى هذيك مشكلتك. انت نسيتها؟ نسيت، انا نسيت الاعمال اللي عملتها منتي، نسوني في كل شيء. بالعكس، شنو هو اللي عملت لك؟ الحمد لله، انا الحمد لله. شنو اللي عملته؟ انا جيت تو، شوف انا جيت صحيح غششتك، هزيت دبشي واحد، ما هيش مشكله دبش. انا موجود دبشك موجود، كل شيء محطوط قدام عائله كامله. قلت راني ما حشتيش بالانسانه هذه. شوف ما تكبرهاش، يا ريتك عطيت سبب، ما عطيتش حتى سبب. اي ما تصحش، افهمني، ما تكبرهاش انت الحكايه. لتو ما نعرفوش شنو هي السبب. ما تكبرهاش انت الحكايه، علاه تكبر فيها؟ لا كبرت وفات خاطر المراه لازم تراجل وعندها بعد ثلاث شهور. ما عادش توا خالي هذاك قدره فوق راسي، راه ولاد خالي كيف كيف. ما تخافش منك، ريت هو كان باش يجي وباش يواجهك. انت وافق، انت وافق خالي، خليها خليها مرقية علي انا. كان هو اللي باش يجي وباش يواجهك وعنده كلام. انت وافقني وخليه خالي ولاد خالي وكلهم ماشيين فيه. لا بابا عزيزي، انا مانيش للدرجه هذه. لا لا قلت لك حاجتي بخطيبي، تفهمها هذه حاجتي بيه، نحبه وين؟ والله العظيم لا تعرس على كانش على جثتي. ريت الكلام ديما اللي عنده هكا، ديما يحكي معايا هكا والتهديدات ياسر. انا مانيش نهدد فيك ولا خوف فيك ولا حاجه. انا حبيت والله العظيم، تعرفوا علاش انا حبيت نواجهك؟ انا والله العظيم لا تاخذ غيري انا. كيفاش؟ ما تصعبهاش الحكايه. كيفاش تراسها ما عليك؟ صح في راسك ما تصعبهاش. كيفاش لا تاخذ غيرك؟ هدد فيا ديما. مانيش نهدد فيك، مانيش نهدد فيك. يا نعم، شنو معناتها ما تاخذ كان غيري انا؟ قالت لك لا ما نحبش. مش بالسيف يا عليها، هي عليها هي صح في راسها، متشمته في روحها وفي انا. ما نحبهاش تغلط. بالله ما تحبش هكا بالحلفين، لاني متشمته لا فيك ولا في روحي. بالعكس غيظني حالك، انا كي نسمعك تحكي هكا غيظني حالك، ما نحبكش في الحاله هذه. كان ما تحبنيش في الحاله هذه نرجعوا مع بعض. ليه سامحني، مانيش مستعده باش نخسر انسان نحبه ويحبني يعني، سامحني. انت غلطت وخلصت امورك، هذيك حاجه تخص. اي يزي كي خلصت فيها البركه. خلصت من امورك، انا ذي تو ما عادش ريت حكايتك وحياتك، ما عادش يهمني انا، ما عادش يهمني، ما عادش ما عادش تخصني. سي ايوا سي محمد الهادي، شو تعمل تو؟ تهديدات برشا، مانيش نشكي بيه. مانيش نهدد فيك والله العظيم، لا يهدك ولا توصك مني حتى شعره هك. خليني تو انا في روحي، خليني نعم يهدد. يا نقتل روحي يا تقتلين، شنو علاش الحياه مش هذه؟ واحد ما حبش يفهمها. انت ما حبش تفهم. سامحني سامحني، انت طلبتك يا محمد الهادي بكل سرعه بسرعه. كون كيما نعرفك، علاش هكا؟ علاش كون كيما نعرفك؟
سامحني انا سبقت معاك برشا واحترمتك برشا اسمعني وتعرف امال شنية انتي تعرف امال شنية امال انا نعرفك انا جيت لهنا اول حاجه سبقت معاك برشا وعديت لك برشا لكن كي جيت منك انتي ما عادش نسامح وما عادش نرجع لو كنت تعمل ندرا شنو نسيت انا افهمها انا نسيتك افهم هذه نحبك تفهمها انت نسيت ولا ما نسيتش يا محمد لادي انا ما ننساش ومانيش باش ننسى يا اخي الحل يا ستي اسمعني انا ريت معز ما نسلمش فيه ونحبه لاخر لحظه في حياتي ومهما تعمل هذا اخر كلام ما عادش عندي حتى كلام اخر اجي اقف بحذايا اقف يا محمد لادي اقف وغسل غديك محمد لادي اقف لآخر مرة يا محمد الهادي فرصتك الأخيرة كان عندك كلام مازلت تحب تقوله تفضل قوله لها قدامك تفضل آخر طلب عندك زيد خمم شوية أفهمني فيش تخمام لازمك أنت تفهم وتبعد تمشي تشوف حياتك عايش محمد لازم اسمعني كان خايفة من حاجة ما تخاف من شيرة كان خايفة من خالي ولا ولد خالي ولا كلها ما يهمكش ما كلها ما على حسابي ما يهمكش فيهم كانوا يكلموا فيا توا كانوا يكلموا فيا كانوا يكلموا فيا معايا جايين معايا ما يكلموكش هذيك ما يهمنيش اي انت انا قراري حرة فيه قلت لك لا زيد خمم زيد خمم راك باش تاخذ راجل باش تعمل صغار تاخذ راجل انسان ما تحبوش ولا تفهم هذه ولا ما تفهمهاش نحبه تفهمها أمل محمد لادي جالي لا طالبك أنت حبي أرجع لك سؤالي ليك مستحيل يفتح هذا الستار على هذا الأساس نعم أم لا لا شكرا لك مدام ربي هنيك ربي يوفقك تفضل نبهتك يا محمد لادي أخت محمد لادي نبهتك وحاولت نحط لك في ذهنك أنه راو إذا كان الإنسان أنت متأكد ولا مش متأكد قلت لي أنا متأكد أنا متأكد سعلي لا النتيجة عكس اللي أنت متأكد أنا نعرفها بالبه يودي المرأة على ذمة راجل ومش تعرس في يود لا ما نحبكش تقعد تحلم منيش لا ما نحبكش تقعد تحلم يا ما صدقني كلام اللي قلته قدام العالم الكل والله ما تاخذه لا ما عندكش حق ما عنديش حق أنا قلت لك لا ما عندكش حق ما عنديش حق هذا يتسمى تهديد ما هوش تهديد وهذه راو لا مانيش نهدم فيها انا كي توصل شعره منها تتمس ولا حاجه ولا شنو معناتها شنو تقصد والله لا تاخذ شنو معناتها قالت لك انا نحبه واخترت حياتي وعرسي في عود مالك ومالي يا رجل لازمك تقتنع بالفكره هذه ما نحبكش تعيش على اطلال انا مش نقتنع ايش باش تعمل هي باش تعرس انت ايش باش تعمل الحياه مازالت قدامك مستحيل اه مستحيل شنو معناتها مستحيل اش معنى؟ مستحيل كان نخمم في بنية أخرى ولا نخمم إيه المرأة لازم تراجل مش تاخو راجل إيه تقعد ما تحبش تاخو مرأة ما مشكلتك ما عندها نهار ممكن نهارة عرسها نهارة الدفينة متاعي نهار الجنازة لطف عليك بعد عمر طويل مازلت صغير ومازلت شباب الحياة ما تقفش على أمال اختارت حياتها لا تقف غادي بالنسبة لا ما تقفش أنا نأكد لك اللي ما تقفش ويزمك تعيش حياتك وتعيش اللحظة وبالك تلقى بنية أخرى ومرأة أخرى اللي تعوضك على أمال وتكون هي اللي بالحق حبك الاولاني والاخراني وتتعلم من اخطاء الماضي باش كي تتنرفز مره جايه ما تمشيش لدار نسابك تقول له معطيوني دبشي ولا بطلت البنايه هذه ما عادش لازمك تركح مخك وترزن وتقيس وتعرف كان فما حاجه جديده محمد لادي زد تليفون وكلم تعال كبير محمد لادي هاي ربيك على روحك الليلة الستار ما تفتحش بين محمد الهادي وأمال على اعتبار وأنه أمال على ذمة راجل هذايا بصراحة كنت النجم ما نقبلش الكلام تاع محمد الهادي على أساس أنه نيتو ربما يفرعس عرس الطفلة لكن أنا تأكدت أنه بالحق ما كانتش عنده النية هذية والدليل على هذا أنه أمال موقفها كاتيجوريك واضح وصريح
على ذمة راجل آخر وجات وعارفة شكون اللي جاي، عندها إحساس أنه محمد الهادي جاي لهنا البرنامج عندي ما نقولك، لكن جات حتى تضع حد للأحلام محمد الهادي. محمد الهادي الدنيا ما زالت قدامه، مازال ينجم يلقى المرأة اللي ينجم يحبها نهار واللي ينجم يأسس معها عائلة. مشاهدة طيبة للجميع. بعد الفاصل باش نتعرفوا على حكاية رؤوف اللي بسبب تدخل حميته في حياته كثرت المشاكل بينه وبين مرته ووصلت الأمور ما بيناتهم للطلاق. وصلنا أنك شديت خدمة. شديت خدمة إيتو دانكون سيبتك هكا ولات تدخل فيك؟ دخلي حتى في حياتي زوجي ما بيني ومرتي. دقيقة لحظة برك، نسيبتك؟ نسيبتي إيه؟ تدخل في حياتكم الخاصة؟ في حياتي الخاصة إيه؟ وحتى في علاقتكم، حتى في علاقتك بينك وبين مرتك. ما بيني وبين مرتي إيه؟ كيفاش سامحني برا الحمل نفهم هذه ما فهمتهاش. أما توا باش نتبعوا حكاية حاتم اللي خانته مرته مع شريكه.